السلام عليكم. موقع 3D5 موقع بسيط جدا، بترفع عليه المشاريع بتاعتك، تختار اسم مشروع، وبعد كده بتقول له انا عايز احمل ملف IFC. اي ملف من دول بتختاره هو يبدأ يحمله لك. وبعد كده ممكن تعمل سيلكت هنا مثلا على الملف لما يكمل التحميل. تمام، لما يكمل التحميل بتدوس هنا وتبدأ تقول له كرييت فيور، بحيث ان الناس تقدر تشارك معاك الحاجة تشوفها. ممكن تقول له الفول موديل او بارتيشال موديل، انا عايز جزء منه، وتختار ايه الاجزاء اللي انت عايزها تظهر معاك. عايز تظهر الزراير بتاعت الشير لينك واللوكيشن والكوميونيكيشن والفي ار والميجر، كل الامكانيات دي انت تقدر تدفيها وتشغلها من هنا. وبعد كده تقول له بابلش، فهو بيديك لينك تقدر تشاركه مع الأصدقاء. دي الحاجات الأدوات اللي هتكون موجودة، فتقدر من هنا يجيب لك معلومات عن الملف الـ IFC، وممكن يجيبهم لك بقى سبيس باي سبيس، غرفة غرفة، أو ممكن تبدأ أنت تحط كومنتات بحيث إن حد تاني يشوف الموديل ويبدأ يشوف المراجعات. ممكن تبدأ تقيس، يبدأ يقيس لك زي ما انت عايز. ممكن تبدأ تشوف الموديل بتاعك، ممكن حتى تشوفها على هيئة ستوريز. ستوريز يعني تلغي دور من الأدوار مثلا ما تشوفوش، مش عايز تشوفه. وممكن تقول له شو اول، فيبدأ يصير لك كله. ممكن تاخد سيكشن، تقدر تتحكم بقى، تطلع اب داون زي ما انت عايز. وممكن تشارك برضو الملفات مع اي حد، وممكن تشوفها في ار.